يعني انه مستحيل ابرم على المطبخ الا ما الاقي شادي او شيف شادي عم ياكل نون ستوب، والشيف مازن كمان عم بيحكي هو وياه وبالمبدا خلص ارحمونا ارحمونا. على كل حال وصلنا لفقره ميراكلي مثل كل نهار احد صرتم متعودين، واليوم راح يكون مضمون الحلقه عن البرزنتيشن سكيلز او مهارات العرض والتقديم، نشوفها سوا. ميراكلي حبت تلقي الضوء على موضوع مهارات العرض او التقديم برزنتيشن سكيلز. لحتى نحكي اكثر عن هالموضوع معنا المدير التنفيذي والمدرب نعيم الزين. اهلا وسهلا فيك نعيم. اهلا وسهلا فيك الصحه وكل اللي عم بيشوفونا اليوم. نعيم، لما بنحكي عن مهارات العرض او التقديم في اول سؤال بيخطر على بالنا عن اهميه هالمهاره، ففيك تخبرنا قد ايه مهمه هالمهاره؟ هو السحر بالاساس نحبينا وما حبينا انه نوقف نعطي برزنتيشن او ما نعمل عرض عن شيء معين، كل حدا عم يشتغل اليوم هو على طول دائما معرض لانه يكون بمواقف بده يتطلب منه برزنتيشن. اكزاكتلي، فمن هون تنطلق اهميه البرزنتيشن سكيلز. سو هي مهمه لكل الاشخاص يلي عم يشتغلوا شو ما كان البوست تبعهم، تختلف اهميتها من بوست للثانية حسب قد ايه في فريكوينسي او في الحاجة لانه نعمل برزنتيشنز ونوعيتها كمان. يعني ايام نتعرض لنوع برزنتيشنز اللي علاقة بالاودينس تبع بابليك شيء بشكل عام، بوقف بحكي على ستيج يما بقلب الشركة يما مع زبون اند سو فورث. وكمان اذا كنت عم تعمل برزنتيشن للادارة او لامبلويز تختلف موقفك بيختلف. بالضبط، سو على طول الحاجة لهالمهارة هي موجودة، تختلف قد ايه بدنا اياها من مطرح للثاني. طب نايم، هون في سؤال بيطرح نفسه اللي هو هل قد ايه صحيحه خبريه انه مهاره العرض او التقديم بتخلق مع الانسان او هي كمان مهاره صعبه كثير انه الواحد يكتسبها؟ لجاوبك على السؤال سيمبلي اكيد اكيد هي مهاره لا تولد مع الانسان، تتنمى مع الشخص. سو لانه بس نقول تولد مع الانسان معناته نحن ما فينا ننميها، يعني يا بكون انا شاطر عندي هالمهاره مسبقا او انا ما عندي اياها ابدا. مهاره التقديم هي مهاره اللي بيتم تطويرها واكتسابها مع الوقت، بس في اشخاص بيبقوا حتى لو ما تدربوا او ما تعلموا هيدي المهاره بيكونوا شوي اكثر مرتاحين من غيرهم هم يعملوا برزنتيشن بالبدايه. بترجع شوي لشخصيه الانسان بالضبط، بس مع البراكتس بصير كله واحد. كله واحد اكزاكتلي. طب نعيم، طالما انه هي مهاره مكتسبه ميراكلي بتقدم تدريبات بالمهارات العرض او التقديم. صحيح. خلينا نخبر المشاهدين عن التدريبات، عن هالموضوع، عن الفرق بيناتهم كمان. لانه في برزنتيشن سكيلز مثل ما قلنا اول شيء حسب البوست. في تريننج برزنتيشن سكيلز له علاقه بالترينرز المدربين. في برزنتيشن سكيلز له علاقه بالببليك سبيكينج اكثر، لما بحكي مع جمهور مع ببليك ان كان بالشركه كموظف اللي علاقه بالبي ار بشتغل بموضوع جنرال اسمبليز الجمعيات العموميه بريس ريليس اند سو فورث. في برزنتيشن سكيلز للمدير مع الديبارتمنت عنده، برزنتيشن سكيلز مع للسيلزمان مع الكلاينتس. هيدي كل نوع من هيدي من انواع الوظائف الى سبيسيفيك تريننج او تدريب خاص بمهارات البرزنتيشن، لانه كل مره في متطلبات خاصه لكل نوع من العرض اللي عم نعمله. 100%. نعيم، نحن عودنا المشاهدين بكل فقره انه نحن نقدم لهم مفتاح. صحيح. خلينا نحكي عن مفتاح اليوم. مفتاح اليوم صح رح يكون بالمبدا برزنتيشن كانها تريننج سيشن صغيره، رح لانها برزنتيشن مفروض اني انا اكون عم بعمل برزنتيشن، فالمبدا اني ما اكون قاعد. من اول رولز لما بدي تو بريزنت ان ايديا اني اوقف، هذا الشيء رح بعمله انا هلا. سو رح بوقف ورح استخدم الشاشه اللي ورانا شوي لحتى اعمل برزنتيشن واعطي شويه تكنيكس وسكيلز للاشخاص تقدر تشوفها. مثل ما قلنا في كثير انواع من انواع الـ بشكل عام العروض بس اللي رح نشوفه مع بعض هلا كلياتنا سوا هو عباره عن البرزنتيشن سكيلز الريكويرمنت الكي برزنتيشن سكيلز لكل الناس. رح نحكي مع بعض على اربعه امبورتنت كيز او اليمنتس. اول وحده واللي هي انه
اول اساس اني افهم الاودينس الجمهور اللي انا بدي خاطبه بالبرزنتيشن، ثاني كي واللي هي اني اكون محضر الماده تبعي، وثالث كي انه انا اقدم هيدي البرزنتيشن بكل ثقه وبكل حضور ايجابي، وبالاخير اني انا اعمل كنترول او سيطر على المحيط اللي انا بكون عم بعمل فيه برزنتيشن. سو مع بعض رح نبدا باول كي لليوم اللي هو اني افهم الاودينس تبعي. اكبر مشكل عند الناس انه نحن اليوم بنروح بنعمل برزنتيشن سحر لحدا وما بنكون نعرف هالحدا مين، ما بنكون نعرف هالحدا شو بده، شو متوقع، شو بحاجه يسمع مني، وشو الاشياء اللي هو اوريدي بيعرفها. فاذا بيجي لعندك اليوم وبعطيك تريننج او بعطيك برزنتيشن او اي نوع من الكوميونيكيشن بموضوع بتعرفي، شو بصير بالوضع؟ ما برجع بتعامل معك او ما باخذ السيرفيس اذا كانت سيرفيس عم بتبيعني اياها او بتحسي بالملل. ايه بدي مل لانه شيء بتعرفي مسبقا. لازم انا بماي برزنتيشن يكون عم اقدم لك شيء انت بحاجه له. سو اول شيء بدي اعرف مين الاودينس تبعي، نمبر 2 انه اعرف اكزاكتلي شو بحاجه الشخص، شو الاشياء اللي اوريدي بيعرفوها عشان ما اكون عم كرر حالي، رقم 3 لازم تو كرييت سمثينج اسمه اوتلاين، يعني حط جدول بقلبه النقط الاساسيه اللي بدي احكي عنها بالتريننج لحتى اوصل لرابع نقطه واللي هي استخداما بستخدم هيدي الاوتلاين تبعي لحتى اقدر اوصلها للي بدهم يحضروا هيدي البرزنتيشن تبعي شو ما كانت، بميتنج بترينينج بسيلز ميتنج، لحتى اقول لهم هيدي النقط اللي انا اي ويل كفر ديورينج ماي برزنتيشن، اخذ فيدباك مسبق اذا هن انترستد فيها في شيء بدهم اياه زياده عشان ما اتفاجئ وقت اللي كون عم اقدم برزنتيشن. سو وخاصه كمان كرمال ما تضيع وقت الاشخاص اللي انت عم تعمل لهم برزنتيشن. بالضبط. كي نمبر 2 بعد ما حكينا عن اول كي، كي نمبر 2 هو اني انا احضر الكونتنت تبعي، وهيدا مثل ما انا هلا عامل برزنتيشن حضرت كونتنت لحتى اقدمها اليوم للناس. طيب الكونتنت اول شيء مهم نقول نمبر 1 بالباوربوينت برزنتيشنز اللي هي واحدة من التولز اللي انا بدي استخدمها اليوم، ما بقى حدا بس بيعتمد على استخدام الفليب تشارتس يا اما التشارتات العادي او الوول، عم نستخدم تكنولوجي من الباوربوينت برزنتيشن. سو مع بعض فينا نشوف انه على طول استخدم شيء اسمه ايدنتيفاي كي بوينتس، يعني ما اكون عم اقدم البرزنتيشن بقلب كل الديتيلز. سو نمبر 2 دونت انكلود افري ديتيلز، على طول تكون ماي في 5-7 نقاط ماكسيموم بدي ناقشها بقلب البرزنتيشن. اليوم احنا ناقيين 4 كي بوينتس تناقشهم مع بعض. 3 اني استخدم فيجوال ايدز، يعني باوربوينت برزنتيشن اللي قدامي استخدمها فيجوال، يعني ايش الواحد يشوفها لحتى تشرح اكثر، فيديوز تكون متاحه، لانها كمان بتصير اهميه الشخص بالضبط اللي قاعد بتساعد على التواصل مع الناس. سو على طول نحاول نضيف من المساحه البيضاء، يعني ما نخلي الباوربوينت برزنتيشن تكون لونها غامق، اما تكون فيها كثير اشياء فوق بعضها، تكون واضحه اكزاكتلي، ونخلي خلفيات تكون بيضاء. نستخدم جرافيكس مثل ما ملاحظين هلا حاطين احنا اكزامبل عن ايش حكيناها قبل شوي، they need to know, nice to know. وإيش كمان حتى بس استخدم الجرافيكس تكون مستخدمه بطريقه كمان تريح النظر، ما تكون كثير اكزاكتلي. رقم 4 ان استخدم خطوط يوز تو تشوز سوليد وبلين تايبوغراف، وما استخدم هارد تايبوغراف. طريقه كتابه الاحرف هنا انا حتى كاتب كلمه نوت هارد بطريقه صعبه ان نقراها، من هنا بنترجع مع بعض بنلاحظ انه صعب اقرا كلمه نوت هارد لانه بفونت منه appropriate او اللي استخدمه قبل البرزنتيشن. سو هودي لهلا حكينا بعدنا عن تو كي اليمنتس، هلا بعدنا عم نكفي بالكونتنت. رقم 5 شايفتها صحر شيء؟ صراحه كثير صغيره بعتقد حتى اللي عم بيشوفونها صعب يشوفوا نمبر 5 بوينت، لانه عم نستخدم فيها سايز نمبر 12. سايز نمبر 12 از تو سمول استخدمه بقلب البرزنتيشن، يعني مش انا عندي ضعف نظر حاليا. لا ابدا، هيدي تكون غلطه من البرزنتر لما بيستخدم فونت نمبر 12. يت رقم 6 قادرين نشوفها كلياتنا سوا مع بعض لانه عم بيستخدم فيها الفونت نمبر 24. سو الايديالي بالباوربوينت برزنتيشن استخدم نمبر 24 and above، بعدين عندي نمبر 7 اللي فيها اللايت كلرز then followed by بلاك، لازم على طول استخدم البلاك يا اما البلو كلر. في عندي انه استخدم اكزامبلز مثل ما انا عاطي قدامي، رح بعطي اول اكزامبل نشوفه سوا بقلبه تو سامبل على باوربوينت سلايدز فيهم كثير انفورميشن ديتيلز الوان معجقه شوي ما بتريح. هذا الخطا اللي ما لازم الواحد يعرفه. اكزاكتلي. الكي نمبر 3 تبعنا لليوم، بعرف عن نقطة بسرعة شوي بس حتى نستفيد ما فينا،
انه I had to deliver with confidence من وقفتي من 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 شكلي الخارجي. اول كنا نسموه prepare and prepare and prepare, حضر حالي كثير للبرزنتيشن تبعي. اثنين اخذ جود يعني انتبه كثير لمظهر الخارجي عشان ما اكون عم فكر فيه انا عم بعطي برزنتيشن وخايفان على الاوتر ابييرنس تبعي. استخدم my body language, انا واقف كتافي لفوق عم بتطلع بالناس, ايدي المفتوحه للناس, ما استخدم ايد فيها اصبع ابدا لانه اذا بعمل برزنتيشن بكون فيها اجريسيفنس. سو على طول open hand gesture. لما بحكي معك سحر وبحكي مع حدا ثاني بكون عم اشر بالايد هي open لفوق منها لتحت, ما فيها superiority, فيها openness and submission. Exactly. استخدم clear voice tone واسأل الناس مسموع صوتي يما لا. الكي نمبر 4 بقلب الكونفيدنس انه انا كمان على طول ابدا الستيتمنت تبعي بشيء يكون اتنشن جرابر, يعني جمله افتتاحيه تكون بتشد الانتباه تبع الاخرين. وفي طريقه تكنيك بستخدمها للبرزنتر انه اذا بدي اشيل اللود عني اول برزنتيشن فيني دايركتلي اسالك سؤال سحر انستد اوف ما انطر ان تساليني انت السؤال. بهالطريقه اكون عم ريح حالي انا شوي لانه بكون شلت اللود مني على اللي عم يسمعني. فبسال سؤال له علاقه بال التوبيك اللي عم حاول اقدمها للناس وبقول لهم رايكم فيها او جاوبوني عن هالسؤال. ببلش هيك بعمل جود ايس بريكنج بهالطريقه وعلى طول انه نعمل جود بريذنج, نتنفس بطريقه عميقه لانه بتريليسز ذا ستريس, بخفف التنشن اللي عنا اياه. اخر كي نحن معنا اليوم واللي هو انه وي هاف تو براكتس بقلب المطرح اللي بدي اقدم فيه برزنتيشن مش بس بالبيت تبعي. سو وين ما كنت رايح تعب كثير درب اكثر شوي بالمطرح اللي انت راح تعمل فيه برزنتيشن, او اقل ما فيها بتصير فاميليار مع المحيط اللي انت موجود فيه. بالضبط. نمبر 2 انه نحط سيت اب يكون بيناسبني حسب التريننج تبعي, يا اما يكون مثل ما نشوف احنا قدامنا اكزامبل, اول واحد لو يكون سكوير يا اما راوند تيبل, ثاني واحد يو شيب, او ثالث شيء يكون راوند اذا في جروب اكتيفيتيز يكونوا ثلاثه راوند تيبلز. وبالاخير وي هاف تو تيست اور تايمينجز, يعني نعرف قد ايه في معنا وقت حتى اوصل الايديا تبعي. اكزاكتلي. سحر عشان وقتنا كمان اليوم صرنا لاخر بوينت على الوقت. بدي اقول للكل هيدي البرزنتيشن موجوده اونلاين للكل اللي بحب انه يشوف هيدي البرزنتيشن ان ديتيلز يعملها داونلود. تفوت على الويب سايت ويعمل فري ممبرشيب, وعن طريق الممبرشيب تبعنا فيكم تنزلوا داونلود لهيدي البرزنتيشن كامله with more tips عن البرزنتيشن سكيلز. بدنا نعمل فيديو, بدي عفوا في فيديو هلا بدنا نعمله نقطع باخر الحلقه, خليه يكون الكونكلوجن تبع حلقتنا لليوم بقلبه تيبس عن ست اشياء ما نعملها نحن عم نقدم برزنتيشن للناس. بشكرك نعيم لحضورك معنا. شكرا لك سحر. مشاهدينا بحب خبركم انه في عنا وركشوب اسمه ترين ذا ترينر بفبروري, بتفيد كل الاشخاص اللي بيعملوا برزنتيشن. اذا حبيتوا تعرفوا اكثر تفاصيل فيكم تتواصلوا معنا على الارقام اللي عم تمروا على الشاشه او عبر البريد الالكتروني. بالختام بحب انكم تشوفوا هالفيديو اللي بقلبه تيبس لازم تتفادوها بالبرزنتيشنز. This is a demonstration of Flip for Mac. I'm excited to help you enhance your communication and how your listeners respond to you. The skills and techniques I share will give you and your team immediate value. This is a demonstration of Flip for Mac. It's important to communicate a clear and concise message if you want to influence others. So what I'm trying to say is that I may be way off base here, but to be honest with you, without feedback and coaching from others, and this may be a stupid idea, it will be difficult to enhance your ability to communicate. We purchase trends are similar among the different age ranges, except for those who are, oh, and make sure you get that point. This is and a demonstration I want to really highlight that point. We've got a lot of trends going on. That's really important for you to get. Most individuals want to be more comfortable, you know, thinking on their feet and getting to the point. But what they actually don't realize is the way they structure is confusing and cluttered with unnecessary words. So basically, their sentences this run is a together demonstration and they flip for Mac. Lose their listeners. You know what I mean. The most important delivery skill is eye connection, because it's the only skill that conveys trust and believability. For the majority of us, we don't feel comfortable looking at people directly in the eye.
And as a result, we lose the ability to connect, to engage, and we won't have that opportunity to influence them to take action. رح نتوقف مع فاصل إعلاني من بعده قطر 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 برشة ملح بالمطبخ ونرجع كمان من كفة مع هيدي فرصتك تارا وجورجيت خليكن معنا.